هذا اعتراف واعر وناجح 100%، 2000% نجاحات الفوتينغ. عرفتي غير تبعوا الطريقه البنات، والله لا تبارك الله الا راه كيجي زوين، كيجي مقرمس، كيجي راه ما نقول لكمش. ان شاء الله غادي نصايب به التورطات ديالي ان شاء الله وغنشاركهم معكم. عرفتي تبارك الله راه كيجي واحد قرميشه، وهاد الفوتينغ راه عارفينه بانما راه شويه تيكون شويه طالع الثمن، تيكون غالي. وعلاش لا ما نصايبوش ديورنا غير بجوج البيضات؟ هذه انا عندي جوج البيضات. شوفوا غادي تشدي غتعبر ضروري العبار، درت شويه ديال الملحه وغادي نديه ونجفي، غادي ندي غير شويه ونجيبو. شوفوا البنات انا عندي هنا اللي عبرت، انا عندي هنا عبرت سميتو البيض، رانا عبرت 70 غرام ديال البيض، 70 غرام غادي ندير 70 غرام ديال البيض، 70 غرام ديال الطحين، 70 غرام ديال السكر كلاصي، 70 غرام ديال الزبده، كلشي بحال 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 غادي تصايبوه. انا عطيتكم هاد المقادير ناقصين، ولكن انا خدمتو خدمت انا الكتره بزاف حيت غنحتاجو فهاد راس العام. انا وريتكم غير المقادير، قد ما بغيتي تصايبي الا غادي تصايبي بزاف زيدي في سميتو كثري البيض، ولكن ضروري العبار. ديري العبار، درتي 70 غرام ديال البيض، 70 غرام سكر كلاصي، 70 غرام ديال الدقيق، 70 غرام ديال الزبده، بحال بحال صافو. كنخلطوه بحال هكا، بعد ما كندوبو الزبده كنجيبو كنخويوها على هكا، كنخوي بحال هكا الزبده صافو، كنخلطو مزيان مزيان هاد سميتو ديالنا، حتى كنخلطوه مزيان حتى كينسجم. راه كيبان لكم كيولي تبارك الله بحال شكل الكريمه. ها انتم شوفوا كي كيجي كيبان لك اللون ديالو تيتبدل تيتبدل، تيولي تبارك الله واحد اللون فيه تيكون زوين، وتحت يتبان لك داك الخليط يكون حتى هو زوين تبارك الله. عرفتي راه ما نقول لكمش هاد الفوتينغ والله سميتو، عرفتي راه ناجح 100%، غير تبعي الطريقه اللي كنوري لك. والله اخوتي والله اختي يدير يصدق لك 100%. انا عندي هاد الورقه ديال سميتو، شوفوا البنات هاد الورقه راه ماشي هذاك الكاغيط اللي كنصايبو فيه الكيكه، ماشي الكاغيط اللي كنصايبو فيه لي جينواز، هذا ديال الزبده، هذا ديال الزبده اللي درت لكم، هذا ديال الزبده. هانتوما انا صايبت لكم هذا، وكتحاولوا ديروا بحال هكا شي كديريه رقيق، انت ديري رقيق اللي كديري، ما كديرش كاغيط. راه غنوري لكم الكاغيط اللي درت انا، يعني داك ديال الزبده كيكون داك تيكون شويه فيه سميتو، تيكون واقف تبارك الله، هو اللي كنصايبو ولا كندير. انا هنا راه صايبت غير سميتو، هذاك اللي صايبت جوج البيضات هما اللي عبرت عطوني 70 غرام، هما اللي وريت لكم. ولكن انا غنعقب نصايب، غنعقب عاوتاني نخدم حتى كنكثرو مزيان، وغادي نوريه لكم ان شاء الله. عرفتي راه خدمت تبارك الله بزاف، خدمت علاش حيت عندي انا جوج طورطات، خاصني ضروري نخدم جوج طورطات كلاصي، خاصني ضروري ندير فيهم فويتين. داكشي باش وريت لكم انا عاب حكا بالنسبه اللي بغى سميتو شي حاجه قليله، هادشي غادي يطلع لك. كتجيك بحال مثلا شي الا درتي هاد المقادير اللي عطاتك، راه كتجيك مثلا شي 250 غرام، 250 غرام ديال الفويتين كل اكثر. ها انتما شوفوا كي كيجي راه بحال هكا. انا غنخشيه في الفران، الفران سخون ضروري تسخنوا البنات الفران. انا غندخلو الفران وغادي نتلاقى معكم باش نجيب لكم الشكل النهائي ديال الفويتين ديالكم. انتما شوفوا البنات، هادو البنات الريد اللي كيبان لكم، هادشي كيبان لكم بيض، راه البلاصه اللي كتكون غليظه، البلاصه اللي كتكون غليظه القابله، البلاصه اللي ما غليظاش راه دغيا كتحمر. هذا باش شوفوا ها انتما راه كاين شي حاجه بيضاء هنا، وهذا شويه مع الجمال ديال الفران راه شويه كيتحمر. المهم راه دغيا هو كيطيب، المهم جلسوا قابلوه قابلوه مزيان باش ما يتحمر لكمش، هو راه دغيا كيطيب. والبلاصه اللي بقات لكم بيضه غير حيدو، راه ماشي مشكل، ولكن كديك البلايصه كتكون شويه غليظه. هانتوما شوفو كنشد بحال هكا وكنقطعو بحال هكا. وتبارك الله راه انا سولتو، راه قال لي كيدير غير درهم الكيلو، باش سولت يعني راه الثمن داير. وملي كنمشي واخا كيعطيك 10 دراهم ولا 6 دراهم كديك شويه ناقصه، ما غاديش شكلك سميتو. داكشي اللي قلت علاش لا ما نصوروش ونوريه مع المشاهدين. عرفت تبارك الله راه كيجي تبارك الله زوين وناجح تبارك الله. انتما شوفوا عرفتي تبارك الله القرميشه، راه ما نقولكمش عرفتي شوفي تبارك الله، انتما راه كتسمعوا القرميشه ديالها انتما، يعني مقرمش 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 البنات، يعني راه واعر، راه ما نقولكمش. انتما شوفوا يعني التقرميشه ديالتو كتجي زعما زوينه البنات، واحد الطريقه البنات. هذا هو الكاغيط اللي غديرو، كاغيط الزبده هذا هو، اسمعوا هذا هو اللي كنديرو في الفويتينغ. ما نديروش هذا، انا غنوريكم ما نديروش هذا، هذا ما ديريش نهائيا، شي هذا ما ديريش نهائيا، حاولي ما ديريش الاخر اللي ديري. ديروا لي البنات جيم، با
بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش دائما تعم الفائده. والناس جداد اللي ما مابونش في القناه ديالي يتابونوا باش دائما ان شاء الله يوصلهم حتى هما الجديد. وهاد الفويتينغ اللي عطيتكم راه ناجح 100%. والكاغيت نديرو هذا البنات اللي يديروا لك الكاغيت ديال الزبده هو اللي زوين، هو اللي كيطلع لكم فويتينغ. اما الاخر راه ما كيطلعش لكم فويتينغ، ما ديريش راه ما يطلع لكش الفويتينغ نهائيا. هاد الفويتينغ ما غاديش يطلع لك نهائيا. شوفوا تبارك الله سمع الطرفوشه كيف انا غنعمرها في القريعه. وهذيك المقادير اللي عطيتكم انا، هاد السوبر اللي كتشوفوا راه دارت لي غير النص اللي دارت لي، ولكن مع اصلا غنكثر. انا غادي ندير هاد البواطه وغادي هادشي اللي بقى لي عاوتاني غتهزوا لي ديك القرعه ديال الكوفيتير اللي غادي سميتو قرعه الكوفيتير المويه كبيره عاديه، هي اللي غنعقب عاوتاني نعمر فيه هاد الفوتينغ الاخر اللي غيبقى. راه كيبقى تبارك الله كيصبر. ديروا لي البنات جيو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وشكرا.